أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج الحوار. فارق الرجل الأسود جورج فلويد الحياة على يد ضابط شرطة أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 من مايو الماضي، حيث ضغط رجل الشرطة بركبته على عنق فلويد الممدد على الأرض لمدة 8 دقائق. وقد أثار مقتل فلويد احتجاجات شعبية واسعة مناهضة للعنصرية شملت عدة ولايات أمريكية، وردد المتظاهرون الشعار لا أستطيع تنفس. إذا ما هو الوضع الحقيقي الذي يعيشه الأمريكيون السود؟ وما هي الأسباب وراء التمييز العنصري في الولايات المتحدة؟ مشاهدينا نبدأ الحوار بعد الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا يسعدنا أن نستضيف اليوم السيد لي يون تشيم خبير في الشؤون الدولية، وأيضا السيد تو شالوم صحفي في وكالة شينخوا للأنباء. مرحبا بكم. مرحبا. سوف نبدأ مع أستاذ جو. أستاذ، قالت مفوضات الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشريت، لسنوات طويلة هناك العديد من الأمريكيين الأفارقة العزل قتل على يد رجل الشرطة، يعني بمن فيهم برانا تايلر وإريك كارا ومايكل بروم. والآن أضيف بحزن شديد اسم جورج فلويد إلى هذه القائمة، يعني إن التمييز العنصري متأصل في الولايات المتحدة. نعم. فكيف ترى مسألة التمييز في الولايات المتحدة؟ منذ فترة جائحة كوفيد 19 العالم يعاني منها. قال توقع بعض الخبراء الطبيين أن هذه الجائحة ربما ستصبح تتحول إلى فيروس متوطن في المجتمع البشري، لكن بالنسبة إلى هذه المشكلة التمييز العنصري في أمريكا هي يعني هو بمثابة الفيروس المتوطن منذ تاريخ إقامة هذه الدولة، لأن عندما نستعرض تاريخ تأسيس الولايات المتحدة هذه العملية تحققت على أساس أو على أساس الاستعمار، لأن كان الأمريكيين جاءوا من أوروبا ثم قتلوا الهنود المحليين يعني السكان المحليين. لذلك في البداية منذ البداية اعتبروا بعض الأشخاص أنهم بعض البيض أنهم متفوقين بالمقارنة مع السكان المحليين. إلى ذلك يعني هناك أيضا تاريخ سيء جدا في الولايات المتحدة، هو تاريخ الشراء العبيد الأفريقة، لأن كثير من الأمريكيين البيض في ذلك الوقت اشتروا العبيد من أفريقيا. هذه الأسباب يعني تسبب في أن كثير من البيض في الولايات المتحدة يعتقدون أنهم متفوقون، وإلى ذلك هناك طبعا يعني مشاكل أو عيوب أخلاقية، لذلك بعض البيض يتظاهرون بأنهم متفوقون لأنهم يعرفون ماذا فعلوا أجدادهم تجاه الأفريقة تجاه السود، فهم يعني إلى حد ما يشعرون بالندم لكن يتظاهرون بأنهم أو يتمسكوا بتفوق البيت. أستاذ جوب، هل يمكن القول أن الأمريكيين الأفارقة هم مواطنون من الدرجة الثانية في الولايات المتحدة؟ نعم، أو من درجة الدنيا الطبقة الدنيا في الولايات المتحدة، لو هناك درجتين فقط في هذا البلد. هذه المشكلة يعني صعبة التسوية. يعني ماذا عن الأعراق الأخرى، يعني ربما يعني أمريكان آسيويين، أمريكان يعني ربما أوروبيين؟ مكانتهم أفضل قليلا من الأمريكيين من أصول أفريقية. إلى ذلك مثلا بالنسبة للسكان المحليين الأصليين نسميهم الهنود، طبعا ليس هناك علاقة بينهم وبين الهند، دولة الهند هنود محليين، يعني مكانتهم منخفضة جدا في هذا البلد، ربما بعد عقود ستختفي
هذه الطبقة تماما، لأن عدد سكان الهنود المحليين ينخفض بشكل سريع، وهم لا يتمتعون بحقوق ومكانة معززة في المجتمع الأمريكي. فكل هذه الأمور تدل على أن التمييز العنصري مشكلة شديدة أو مشكلة عنيدة ومكبرة في الولايات المتحدة. حلول مثالية لتسوية هذه المشاكل. نعم. أستاذي، نعم. لاحظنا أنه في مقتل جورج فلويد الضابط يعني دريك شوين لم يبدي أي تعاطف مع فلويد، يعني حتى هناك يعني احتجاجات الناس بالقرب منه على أفعاله. ولكن للأسف قد حدث ما مأساة. يعني كيف ترى هذا التعامل العنيف للشرطة الأمريكية على المواطنين؟ أليس إفراطا في استخدام العنف؟ الشرطة الأمريكية في الحقيقة يتمتع بصلاحية واسعة جدا، أعلى مما يجب على أن يتمتع عليه، لأن هذا يختلف عن الدول الأخرى، خاصة عن الدول النامية مثل في الصين والدول الاشتراكية الأخرى أيضا. فيتمتع بصلاحية واسعة، أولا يستطيع أن يتفوق على القوانين المحلية وبعض الأنظمة واللوائح الإدارية. هم يقوم بما يريد أن يرغب فيه، وأيضا يتمتع بالحقوق للقبض وحتى القتل. يعني أولا هم لا يسألهم، دائما يكون عندهم صلاحية واسعة، وثاني عندهم دائما يتخذ الوسيلة أعلى من الوسيلة المتوقعة للهدف، مثل الخصم نسميه الهدف. إذا كان الشخص يملك العصا هو يستطيع يستخدم المسدس، إذا كان يأخذ المسدس هو يستطيع يأخذ الأسلحة أعلى من المسدس حتى يستطيع يطلق النار عليه ويقتله. لهذا من هدف أي؟ من هدف الدفاع عن النفس. هذا يضع الشرطة الأمريكية دائما حياته في المقام الأول، ليس ما ولكن يعني ولكن أستاذي في قضية يعني فلويد الرجل يعني مكبل. نعم. وهو على الأرض. صح. يعني يبدو أنه لا يشكل أي تهديد. نعم. للشرطة. هذا يدل على النقطة الثانية، هو استخفافه بسود. لأن يعني كما تكلم السيد جو أن هناك في تمييز عنصري واضح جدا منذ فترات مئات السنة في المجتمع الأمريكي. هناك تمييز عنصري واضح جدا، وتمييز بين القتلات وبين الطبقات، بين البيض والأسود وأيضا الملونين والمهاجرين. التمييز واضح جدا، وهذا رجل المقبوض عليه من قبل على أيدي الشرطة الأمريكية هو من السود، أصله من أفريقيا. أولا يستخفاف عليه، وأيضا على أساس يستطيع يتخذ وسيلة متفوقة فوق الوسيلة، أكثر من معاملة بالرجل الأبيض العادي. فهو يستطيع يقبض عليه، وأيضا يضغط عليه حتى لا يستطيع أن يقاوم القتل أو الحياة، حتى إذا كان التهديد لحياته. هذا شيء لا يهمه. يهمه أولا خطورة، تفادي الشرطة من الخطورة، هذا أول، دفاع عن النفس، وثاني القبض عليه نهائيا، وثالث إما في السجن إما المحكمة. أما النتيجة لا يهمه أيضا، حتى إذا أخطأ في ذلك لا يروح إلى المحكمة، وأيضا لا يتعرض للحكم أو للعقوبات الأخرى مثل ما حدث في تاريخ المجتمع الأمريكي. هكذا كما تكلمت عدة الشخصيات في المجتمع الأمريكي هم من أصل الأسود وقتل بلا سبب وبلا حجة. وأخيرا الشرطة الذي قتله هرب من تخلص من العقوبة القانونية. نعم أستاذي، يعني في هذه القضية أيضا أود أن أشير إلى أن فلويد اشتبه في استخدامه نقود مزيفة بفئة 20 دولار فقط. يبدو أن هذه المشكلة في أي بلد أخرى ليست مشكلة كبيرة، يعني يمكن يعني تعامله بهذا العنف.
أستاذ جو، يعني موت أو مقتل فلويد يذكرني الفيلم الأمريكي الكتاب الأبيض الحائز على جائزة أوسكار العام الماضي، وهذا الفيلم مبني على أحداث تستند إلى الوقائع الحقيقية التي حدثت في ستينيات من القرن الماضي في وقت تعاني فيه أمريكا يعني من التفرقة العنصرية. وسلط هذا الفيلم على عدم المساواة بين الأعراق في الولايات المتحدة. هل يعني مسألة عدم المساواة ما زالت موجودة في الولايات المتحدة؟ طبعا أحيانا نقول الواقع أسوأ أو يعني أشد مأساة من الفيلم. في أي يعني في أي مجالات؟ في مجالات كثيرة. الولايات المتحدة هي بلد له أسوأ سجل في العالم من حيث العنف بالأسلحة. فمثلا في العام السابق في عام 2019 توفي أو قتل أكثر من 39,000 شخص بالأسلحة. يعني هذا يعني كل 15 دقيقة يقتل مواطن أمريكي بالسلاح. فهذا يدل على أن هناك في الحقيقة حقوق الإنسان غير مدمونة في الولايات المتحدة. وطبعا بالنسبة إلى عدم المساواة أيضا، يعني لأن الولايات المتحدة من بين الدول المتقدمة هي سجلت أخطر استقطاب بين الأغنياء والفقراء. على سبيل المثال، أغنى 10% من الأسر الأمريكية تمتلك 75% من إجمالي صافي ثروة الأسر المحلية. فهذا يدل على أن هناك فجوة ضخمة بين الفقراء والأثنياء في الولايات المتحدة. فإلى ذلك يعني بالنسبة إلى طبعا يعني هناك عدم المساواة بين البيض والسود. فمثلا بالنسبة إلى السود في عملية القبض المتعلقة بما يسمى الإرهاب المحلي، المواطنين السود في الولايات المتحدة أو المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية هم أكثر عرضة بواقع 5.9 ضعف بالمقارنة مع الأمريكيين البيض. فهذا عدم مساواة ملحوظة جدا في الولايات المتحدة. ولكن فمثلا نعود إلى مأساة مقتل فلويد، وجدت أن الرئيس السابق الأمريكي باراك أوباما وجه انتقادات شديدة إلى إدارة ترامب بسبب هذا المأساة. ولكن بصراحة ماذا فعلت إدارة أوباما منذ سنوات؟ لم يتحسن الوضع، وضع عدم المساواة ووضع التمييز العنصري لم يتحسن في الولايات المتحدة، بل هذه المشاكل ظلت تتفاقم في الولايات المتحدة. وبالنسبة للسود صعب عليهم الحصول على وظائف ممتازة، أو يعني هناك صعوبات كثيرة جدا أمامهم للحصول على نفس الدخل ونفس الوظيفة بالمقارنة مع الأمريكيين البيض. فهناك عدم مساواة. هل السبب الرئيسي هو التمييز العنصري أم هناك مشكلة في النظام الاجتماعي في الولايات المتحدة؟ هناك مشاكل كثيرة. وطبعا يعني أهم شيء أو أخطر مشكلة هي التمييز العنصري، لأن التمييز العنصري ظل موجودا في الولايات المتحدة. فعلى ضوء هذا صعب على السود الحصول على نفس التعليم مثل البيض، وصعب عليهم إيجاد فرص عمل ممتازة. فالتمييز العنصري تسبب في مشاكل أخرى كثيرة. نعم. الآن لنسترح قليلا ثم نواصل الحديث بعد الفاصل. مشاهدينا نعود لكم بعد الفاصل، نرجو أن تبقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الحلقة من برنامج الحوار، والتي تناقش مقتل جورج فلويد ومأزق حقوق الإنسان في أمريكا. أستاذ لي، قال مارتن لوثر كين زعيم حركة حقوق المدنية الأمريكية في خطابه الشهير لدي حلم في واشنطن عام 63، قال لدي حلم بأنه في يوم من الأيام سوف يعني أو فوق على تلالي جورجيا الحمراء سوف يجلس أبناء العبيد وأبناء أصحاب العبيد معا سويا على مائدة الأخوة. برأيكم هل تحقق هذا الفيلم حتى الآن؟
في الحقيقة أن هذا الحلم لم يتحقق حتى الآن. هذا بطبيعة الحال، أن حتى الآن أذكر هذا الخطاب وألقي قبل 57 سنة، 63 كنت في مدرسة ثانوية، وأيضا شاركنا شخصيا مع الجماعة من الإخوان الطلبة في مدرسة لتأييد نضال عادل لأمريكيين السود ضد التمييز العنصري. أنا أتذكر ذاك التاريخ، ولكن حتى الآن لم يتحقق الحلم، حلم مجرد الحلم لم يستطيع تحقيقه. هذه هي الوقائع، لأن أولا بسبب التاريخ، تاريخ أمريكا هو سيطرة البيض منذ ظهور دولة أمريكا وسيطرت على كل مجتمع، وصار هناك تمييز عنصري واضح جدا. السود لا يتمتع بأي حق من الحقوق، من المعيشة إلى التعليم حتى إلى التوظيف، لا يستطيع أن يدخل في المجتمع ما يسمى مستوى عالي شوية في المجتمع، في الوظائف العالية شوية. حتى في بداية الأمر، في بداية الأمر لا يمتلك أن الحق الانتخاب، أيضا تصويت، وأيضا مرشحين حق للترشيح، لم يكن هناك أي حق من الحقوق. ثم قبل تقريبا أكثر من 100 سنة كان رئيس أمريكا الأسبق لينكولن صدر قرار لإعطاء السود حرية كاملة، وصدر أيضا صادق بما يسمى أي سطر لا أذكر بالضبط من الدستور الأمريكي لإعطاء السود الحرية والحقوق الشرعية، ولكن على شرط الموافقة التشريعية من البرلمان في المختلف الولايات. الولايات، كثير من الولايات لم تصادق على تنفيذ، على إنفاذ مثل هذا الدستور، بمعنى هو مجرد كلام، مجرد شيء ظاهري، لم يكن تنفيذ حقيقي. ومع أن الورق، نعم تقريبا على هذا، يعني حتى بعض الأشخاص لم يستطيعوا رؤية الحبر، لأن هم المجتمع يعامل السود هكذا باستمرار. نعم أستاذي، أستاذ ما رأيكم في مساهمات الأمريكان السود؟ طبعا بالنسبة إليهم هم قدموا مساهمات كبيرة، ولكن طبعا هناك وجوه من السود، وجوه رياضية مشهورة جدا في الولايات المتحدة، وأيضا هناك وجه سياسي من السود، هو رئيس سابق أوباما، هو من السود أيضا، ولكن بشكل عام طريق الصعود للسود في الولايات المتحدة متعثر أو أصعب بكثير من البيض، رغم أنهم في الوقت نفسه قدموا مساهمات ويقدمون مساهمات لهذا المجتمع، ولكن صعب على البيض، بعض البيض يعني قبول مساهماتهم أو الاعتراف بهم، لأن بصراحة اليوم معدل البطالة في الولايات المتحدة مرتفع نسبيا، وضغوط هناك ضغوط كبيرة في المعيشة، فبعض البيض يعتقدون أن السود سينافسونهم من حيث الحصول على الفرص العمل، فهناك تيار يعني شيء جدا في أمريكا. نعم أستاذ جو، يعني قد وصفتم التمييز العنصري في أمريكا بأنه فيروس، وبالإضافة إلى هذا الفيروس جائحة كورونا، قد عدد الوفيات بجائحة كورونا تجاوز 100,000 يعني وفاة في الولايات المتحدة. هل هناك يعني علاقة بين هذه الجائحة وبين الاحتجاجات الشعبية التي أثارها مقتل فلويد؟ شخصيا أظن هناك عفة بين الأمرين الاثنين، لأن من الضروري نعترف أن أمريكا هي مجتمع يتمتع بحرية كبيرة في بعض المجالات، خاصة بالنسبة إلى التظاهرات، رغم أن عدد الوفيات مرتفع جدا بسبب كوفيد-19، ولكن طبعا قبل فترة هناك تظاهرات، ولكن أهداف أغلب هذه التظاهرات ليس ضد ارتفاع عدد الوفيات، بل احتجاجا على استمرار الحجر الصحي في المنزل. فيبدو أن المجتمع الأمريكي لا يهتم بشكل كبير بعدد الوفيات الكبير، ولكن هذه المرة طبعا يعني هناك علاقة معينة بين الاثنين، لأن
الفيروس تسبب في ارتفاع معدل البطالة، فكثير من الناس يخرجون إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم أمام فقدان فرص العمل. ولكن بشكل عام هذه التدهورات الأخيرة والجارية متعلقة بعدم المساواة وبمشكلة التمييز العنصري، خاصة عندما نشاهد مقطع الفيديو المتعلق بمقتل فلويد. عندما أشاهد أو نشاهد، من الضروري أن ننبه أنفسنا بأننا من المثقفين، لا يمكن أن نشتم، ولكن الحقيقة رجال الشرطة هم يقتلون هذا الرجل الأسود. بالمقارنة مع مقتل فلويد فقط، لا هناك شرطي، هناك فرويد لو أصيب بجروح شديدة شرطي يمر به، لا يعني يمد يد العون. ممكن نقول هذا شرطي جميل، يعني له قلب جميل، لأنه لم يعرقل الآخرين بإنقاذه. ولكن عندما نشاهد مقطع الفيديو، هؤلاء رجال الشرطة يعرقلون الآخرين بإنقاذ حياة فلويد، فهم يعني وحشية جدا. فكل شخص عندما يشاهد مقطع الفيديو هذا، يعني لا شك أنهم يشعر باستياء أو بمشاعر عدوائية جدا تجاه الشرطة الأمريكية. فلا شك أن هذه المشكلة، هذا المأساة، أثار ضغبا يعني غضبا شديدا بين المجتمع الأمريكي. في الحقيقة كل سنة هناك تظاهرات ضد التمييز العنصري في الولايات المتحدة، ولكن هذه المرة النيران يعني أشد، اشتعلت نيران التظاهرات على نطاق واسع في الولايات المتحدة، بعضها أشد أو أخطر بعد الحرب، منذ الحرب العالمية الثانية، لأن هذه المأساة يعني غير إنسانية. هؤلاء رجال الشرطة يعني يقتلون بشكل مباشر فلويد، ولكن التهمة إليهم، تهمة إلى الشرطي، شرط واحد، خفيفة جدا. ربما يعني هو سيحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة على الأكثر حسب اتهام رسمي الحالي. فأين العدالة؟ أين الموقف الجدي تجاه هذا المأساة؟ فلا شك أن هذا الأمر يعني أغضب الأمريكيين، فهناك تظاهرات مستمرة. لو أنا مواطن أمريكي ربما أشارك في تظاهرات أيضا، لأن هذا الأمر وحشي للغاية. نعم، كلهم شاركوا في تظاهرات، ألا يعني يخافون من فيروس كورونا؟ يعني هناك طبعا مخاوف بين الأمريكيين تجاه هذا الفيروس، ولكن أمام هذه المأساة الإنسانية، هذه الأمور، هذه التهديدات غير مهمة بالنسبة إلى كثير من الأمريكيين. يعني غضب الشعب أقوى من الخوف من الفيروس. نعم. نعم. أستاذ لي، التظاهرات السريعة جدا في الولايات المتحدة، وقد يعني دعا مستشارون الرئيس ترامب إلى توجه بحديث إلى الأمة لتنفيس غضب الشارع، وهناك آخرون دعاه إلى الرد على المتظاهرين بقوة، وإلا سوف يخسر الناخبين المحايدين في الانتخابات المقررة إجراؤها في نوفمبر القادم. هل تعتقد أن الاحتجاجات الشعبية سوف تؤثر على إعادة انتخاب الرئيس ترامب؟ أنا أعتقد شخصيا لابد من تأثيرات سلبية على احتمال نجاح ترامب في رئاسة المرحلة القادمة، لأن هذا حسب آخر الإحصاءات والتحقيقات، استطلاعات الرأي العام في أمريكا، كثير من مثل هذه المؤسسات والهيئات والأجهزة باعتباره في مجتمع ما يسمى الحرية أو الديمقراطية، وينشئ مثل هذه المؤسسات كثيرا، بعضها عندهم خلفيات وبعضهم شعبية كلها. في فترة أخيرة تقريبا أكثر من 40 مثل هذه المؤسسة قد قام باستدلاع الرأي العام
وجميعهم قد سطر نهاية نتيجة الإحصاءات على أن بايدن تفوق على ترامب على الأقل 5%. هذا يختلف عن الوضع في السنة الماضية. السنة الماضية أنا سمعت أن ترامب تفوق على بايدن بنسبة مختلفة. هذا هناك في عدة أسباب. أول سبب انتشار الفيروس كما تكلمنا قبل قليل، أن هذا بداية السنة انتشر الوباء الفيروس في عموم العالم بما في أمريكا أيضا، ولكن حكومة السلطة الأمريكية لم تعمل شيئا ولم تؤدي الواجبات التي يجب أن يؤديها يقوم بها، بل يركز كل جهود لتحميل المسؤولية إلى أطراف أخرى على رأسهم منظمة الصحة العالمية والصين وأيضا حتى بعض القتلات أخرى في المجتمع. هم لا يتحمل المسؤولية بنفسها، بل يحمل المسؤولية إلى أطراف أخرى، مما سبب انتشار واسع النطاق في المجتمع الأمريكي. أصبح هذا خطر جدا جدا للغاية على حياة المواطنين. هذا سيكون تأثير سلبي أكيد على نتيجة الانتخاب، هذا الأول. والثاني، هذا هو الإنشاء ينعش الاقتصاد، يعني بسبب هذا انتشار الفيروس يتوقف كثير من الأعمال الاقتصادية وأثر على نمو اقتصادي في أيضا بما فيها التوظيف وزيادة نسبة البطالة أيضا. وهذا في مجتمع هو يتعلق بحياة المواطنين المباشرة، وذلك لابد من ظهور تأثير سلبي على نسبة تأييد لترامب. وهذا الثاني. وأيضا مع أن ترامب أعلن عدة مرات على إعادة الإنتاج، إعادة العمل، ولكن لم يكن هناك نتائج مرموقة عليه حتى الآن، بل ازداد انتشار الفيروس حتى الآن. فسابقا في نتحدث عن صفوف السود، في نسبة معينة من السود يؤيد ترامب في انتخابه السابقة، حتى بعد تلك الانتخاب يعجبهم بعض التصرفات والأساليب ترامب أيضا يؤيدهم، ولكن الآن بعد حادث قتل هذا الشرطة أبيض على هذا الأسود سيؤثر. أيضا حولي الناس كانوا يؤيدوا في صفوف ترامب، الآن قد يغيروا موقفهم ويقفوا على موقف ثاني. فباختصار على هذه أن الأمور الثلاثة الأساسية سيؤثر تأثيرا سلبيا على انتخاب ترامب في المرحلة القادمة. نعم أستاذ، رأيكم في احتمال نجاح ترامب في الانتخابات القادمة ولو يعني بشكل مختصر؟ بصراحة صعب توقع النتيجة، ولكن على الأقل هذه المسألة لن تزيد من ثقة ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية القادمة، لأن فيها هذه الفترة يعني إدارة ترامب أداؤه سيء جدا في مكافحة الوباء، ليس في معالجة مشكلة التمييز العنصري، لأن هذه المشكلة ظلت موجودة، ولكن في اتخاذ موقف جدي تجاه هذه المسألة. عندما ننظر إلى ملاحظات وتصريحات ترامب، ماذا قال هذا الرئيس تجاه هذه المأساة؟ هو يهدد باستخدام العنف والقوة أمام المتظاهرين بدلا من إيجاد حلول لتسوية مثل هذه المأساة، فهذا الأمور ستضعف فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية القادمة. شكرا جزيلا على مشاركتكم السيدة جوشي علوم وأيضا السيدة ليوان تشين، شكرا جزيلا لكم. العفو. مشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة.